التنظيم لدولة الكويت ومباراة المنتخب العراقي والمباراة الكويتي، وهرج ومرج في ملعب استاد جابر. نشوف بعض اللقطات، دخول الجماهير، عدم التنظيم، الإدارة السيئة لهذه الأعداد. يعني هذا الموضوع لو صاير بالعراق شنو اللي يكون؟ ما أعرف. خرجنا ممكن نشاهد بعض اللقطات، يعني نشاهد بعض اللقطات لدخول الجماهير بصراحة. يعني هاي لو تصير بالعراق كانوا احنا هاي لو بالعراق من عندنا وبينا يطلعون يحشون. بس هاي اللقطات هاك، هذا وضع معقولة؟ يعني انه دولة الكويت زين، هاي شلون راح تنظمون كأس الخليج؟ مباراة بين العراق والكويت ما قدرتوا تنظمون، شلون راح تنظمون بطولة كأس الخليج بشهر ال 12 بالكويت؟ راح تجيك السعودية وراح تجيك قطر وراح تجيك الامارات والبحرين وغيرها، شلون راح تنظمون؟ شلون راح تنظمون اذا انتم مو قادرين تنظمون مباراة على مستوى عالي؟ دي انا استغرب، يعني والله استغرب هاك، ويطلعون يحجوا لك احنا ونسوي ونفعل ونقد. شنو اللي تقدموا؟ 60,000 متفرج اجيتوا؟ لا تنسى استاذ نبيل، اسمح لي. نعم تفضل. بالنسبه للعراق والكويت، يعني انت تدري الحساسيات اللي بيها. جمهور الكويت يعني كانوا ايضا هم عقوبات يمكن استمرت سنين طويله، يمكن هاي يمكن ما اعرف، اكيد لعبوا طبعا على ارضهم قبل التصفيات الاولى وغيرها، لكن لعبة العراق والكويت حساسية بيها وحاولوا يظهرون بيها. خلينا نشوف احنا تنظيمهم نسبق الاحداث، تنظيمهم بالخليج 26 بس ما راح يكون بجودة، احكيك اياها بصراحة، بجودة خليج 25 اللي صار بالبصرة بسبب اهل البصرة وبسبب العراقيين والكرم اللي صار من قبل العراقيين. ما راح الصور تكون عادية جدا، جمهور ضعيف ما راح يحضر، يعني عدا بس مباريات منتخبهم فقط. يعني والله بصراحة يعني أنا بغض النظر عن المباراة مشحونة كابتن، يعني أنت شاهدت تنظيم العراق لمباراتنا مع عمان؟ يعني أكو تنظيم، أكو انسيابية، أكو كثير من الأمور، وإحنا كثير كنا متأخرين. بس الشاهد بس أنا اليوم دولة، أي دولة بالخليج العربي هي مستقرة أكثر من عندي. فأنت من تجي تحاسبني وتدور علي لاعب جمهور نزل، فلان دخل أرض الملعب، غرامة ما غرامة، لكن أنت هذا ما يحدث. أنا شلون أمن باكر عقبة على جمهوري ببطولة الخليج؟ شلون أمن أنا على جمهوري وهذا الوضع بملعب؟ شلون أأمن استاذ زين؟ شلون أأمن أني على لاعبيني؟ إذا أنت ما عندك قوة لأمن الملاعب تحمي الجمهور أو تحمي الكوادر، أنت على أساس تستقبل مباريات استاذ محمد؟ استاذ نبيل، عندك أحد بالاتحاد العراقي يعني نشكرهم جزيلا؟ يعني هاي اللقطات ايش ناول؟ يعني اذا بالكويت هيك، انت لا تعتب علي بالعراق اللي اني هستوني بديت انهض، انت تجي تحاسبني على اقل زله. مخجله؟ لا مخجله انا، لا انا بصراحه انا من حق اليوم ادافع عن بلدي، انت مثل ما تعاقبني وتريد كل شيء على 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 داير من ليم، انا هم طالب بقيه الدول. شنو اليوم اللي متوفر بالكويت؟ دخول جماهير بانسيابيه؟ شنو المتوفر؟ هذا الهرج والمرج؟ شنو المتوفر بالكويت؟ استاذ نبيل، الملعب هل مرقم؟ يعني الملعب ما مرقم. هاي شلون تفوت على الاتحاد الدولي؟ يعني هاي شلون؟ ما اعرف. تأشر على الاتحاد الدولي، تخيل انت تاخذ بطاقات الكترونيه تقدر تشتريها عن طريق الاتحاد الكويتي او عن طريق الملعب او كذا، مرقمه واسمك ورقم الجواز مالتك حتى وين تقعد وكذا. ما اعرف بعد، قلت لك هي تخلص بعدين بالتراضي والتباوس وهذا، وبعدين يتكرر الخطا مره اخرى.